الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق حبيبه المصطفى الكريم الذي قال من فرح بنا فرحنا به. ايها السادة، في ذكرى ميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول رب العالمين تبارك وتعالى مدحا في رسول الله، قال: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويها، قالوا: يتيما. قلت: ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا، ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة آويا، ان كنت لم تحظى بظل ابوة فالله آثر ان يضمك راعيا. يا سيدي يا رسول الله، في ذكراك العطرة ومولد الهدى ومولد النور ومولد الطهر ومولد الإيمان، في ذكره ماذا أقول؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال توحدا، نادت بك الرسل الكرام فبشرت، وملائك الرحمن خلفك سجدا، لا يعصي قبلك ناكر او كاتب عددا، ولا الشعراء يا غوث الندى. طه طه صلاة الله مني سرمدا، ثم السلام عليك يا نجم الهدى. يا رب هب لي من لدنه شفاعة، واجعل كتابك حجة لي شاهدا. ايها الجمع الكريم، من ساحة الكرم والجود، بارك الله في والدنا الحاج محمود الذي اطلق على حفيده اسمه محمود، وفي ذكرى ميلاد سيد الوجود نفرح الان بخير مولود، الا وهو العريس الجديد محمود حفيد الوالد الحاج محمود امام. ايها السادة، مشاركة لوالدنا الحاج عبد السلام امام والحاج حسن امام والحاج شعبان امام والحاج محمود امام، نلتقي الليلة في عقيقة المولود الذي وافق مولده مولد سيد الوجود، الا وهو محمود احمد محمود امام. مشاركين الاستاذ مصطفى محمود امام والاستاذ امام محمود امام. في ليلة القرآنية نفرح فيها بمولد مولود الكريم ومولد سيد البشرية، نتلو آيات الله البينات ونصلي على المصطفى سيد الكائنات بوجود أعلام التلاوة، فطيلة
القارئ وابن القارئ وبيت القرآن فضيلة الشيخ إبراهيم ورد وفضيلة الشيخ محمود عطوان القارئ الكروان وشيخنا طارق ورد وشيخنا خالد ورد. نستعد أيضا بالآذان والأزمان لنستمع لشيخنا الدكتور محمد عبد المقصود حفظ الله الإمام الأسبق لمجد مولانا الإمام الحسين. نستمع لفاصل من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية من شيخنا السيد إدريس ونستمع لكلمة دار الإفتاء المصرية من فضيلة الأستاذ الدكتور هاني أبو عرب. هيا بنا يا خيرة العرب هيا بنا يا أهل الأخلاق والواجب والأدب لنبدأ جمعنا باستماعنا لآيات الله البينات يزداد الحب والود بسماعنا لشيخنا إبراهيم ورد. نسأل الله تعالى له التوفيق والتمكين والتجلي وجمال الصوت ونسأل الله أن ينفعنا بتلاوته ونسأل الله تعالى بحق القرآن وما يتلى الليلة كما جئنا لعريس الليلة محمود أن نأتيه يوم فرحه ويكون في ذكرى سيد الوجود ونراه طبيبا أو عالما ونراه ممن أكرمهم الله عز وجل بأعلى المناصب والدرجات من داخل الفراشة الذهبية الكبرى والإنارة حاج أحمد الشيمي والهندسة الإذاعية الراقية الدار المهندس معتز ومصورين المهندس ناصر صلاح عميد وعمدة مصوري حفلات الجمهورية والمهندس محمود أبو سليمة. هيا بنا لنبدأ جمعنا باستماعنا لآيات ربنا وقارئنا وشيخنا ابن شيخنا فضيلة الشيخ إبراهيم ورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لتقرأه على الناس على وقف ونزلناه تنزيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوها ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ويخرون بالأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله.
وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. بإنصات وإصغاء استمعنا إلى تعاليم السماء ومعجزة المصطفى سيد الأنبياء وما تيسر من سورة الإسراء 111 آية في مكة نزلت على خير خلق الله ونبي الهداية. بدأت بالتسبيح وتنتهي بالتكبير لعظم ما بها من شأن كبير. تلا علينا نبت بيت القرآن شيخنا ابراهيم ورد القارئ وابن القارئ ونبت بيت القرآن بفتح حمزة بارك الله فيه وفي اخوته. في ليلة عقيقة محمود عريس
قيس الليلة الذي سمي على اسم جده محمود، ونبينا المصطفى من اسمائه محمد واحمد وحامد ومحمود، وهو صاحب المقام المحمود والخلق المعهود. وما ادراك ما ذكرى ميلاد سيد الوجود، اتينا نشارك آل امام اصحاب الادب واصحاب الاحترام، نسأل الله عليهم بالنعمة تمام. بارك الله في والدنا الحاج عبد السلام الذي عاش حياته بالخير للمساكين خدام، ومشاركين والدنا الحاج حسن امام والحاج شعبان امام وجد عريس الليلة حاج محمود امام، مشاركين الاستاذ احمد محمود ابو امام واخوته الكرام استاذ مصطفى محمود امام والاستاذ امام محمود امام. اثناء التلاوة ايها الكرام، شرفنا من السادة العلماء الكرام شيخنا مشير صاحب العلم الكبير المفتش العام بالاوقاف سابقا، ومعه شيخنا عز الدين السيد عبلص. السادة الكرام مشاركين لوالدنا الحاج عبد السلام امام والحاج محمود امام من داخل كبرى الفراشات الذهبية، الحاج احمد الشيمي وهندسته الكهربائية اللؤلؤية والهندسة الاذاعية التي صوتها يملأ الوجه البحري ونصف الجمهورية، مهندس معتز ابو المجد ومقدم الضيافة الفندقية حسام صابر، وعمدة مصورين الحفلات اخينا المهندس ناصر صلاح ونجله صلاح ناصر، ومشاركنا بالتصوير ايضا الحاج محمود ابو سليمة.